ما توقفش الأدوية نهائيا إلا إذا الطبيب المتابع لحالتك خفض أو غير أو منع عنك الأدوية. مساء الخير عليكم جميعا، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، وهو تناول الأعشاب مجهولة المصدر. يمكن الأعشاب الطبية أو اللي الناس بتاخدها وهي تتخيل أنها طبية مثلا بشكل مفيد حسب الفتاوى وحسب الكلام المتداول بين الناس وبعضها، خلي بالك أن هذه الأعشاب الطبية قد تكون ضارة إن لم تكن تحت إشراف طبي أو صيدلي بشكل صحيح. ليه؟ لأن هذه الأعشاب لها طرق في الحفظ، يعني بتتحفظ ازاي عند التاجر اللي هو بيبيعها، ولها طرق في الاستخدام، هل بتغلى، هل بتنقع، هل بنغطيها واحنا بنسخنها على النار او لا، حسب الزيوت المتواجدة فيها اللي اسمها زيوت الطيارة. كل الكلام ده متعلق بكيفية الحفظ وكيفية الاستخدام. طيب هو انت بتستخدمها ليه؟ ده جزء مهم جدا، لان في ناس احيانا بتسرف في تناول هذه الاعشاب ومعظمها ما بيكونوش عارفين مصادرها بمعلومات قد لا تكون دقيقة بشكل صحيح. شفت مرضى كتير بيستغنوا عن ادوية السكر نتيجة ان هناك اشاعة بتقول ان هذا العشب او هذا النوع من الحبوب او التغذية ايا كان هي بتشفي مريض السكر. ده خطأ تماما، لانك انت المفروض ان تتبع الخطة العلاجية اللي بيرسمها الطبيب وتحافظ على تناولك للأدوية، وما توقفش الأدوية نهائيا الا اذا الطبيب المتابع لحالتك خفض او غير او منع عنك الأدوية. فبالتالي ما ينفعش اطلاقا ان احنا نوقف هذه الأدوية تماما. هناك بعض المرضى اللي بيكون بيعانوا مثلا من الكوليسترول او من الضغط بيوقفوا ايضا النظام الدوائي اللي كتبه الطبيب نظرا لانهم سمعوا معلومة او قرأوا في احد المقالات مثلا عن ان الدواء الفلاني بيخفض. انا مش ضد تناول الاعشاب، لكن انا مع تقنين استخدام هذه الاعشاب والمتابعة الطبية والمتابعة الصيدلانية. حتى لو انت عايز تعرف معلومة فاخدها من مصدرها الصحيح وشاور الطبيب بتاعك فيها، وما تتبعش المعلومات الارتجالية اللي موجودة بدون سند طبي حتى لا تتأثر صحتك وتحدث مشكلة انت كنت في غنى عنها.